السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ليس هناك الان رياضة تجعل الجسم في توازن الا ركوب الخيل والحمير والبغال. لماذا؟ لان كل الرياضات يرتخي معها الجسم. ويا إخواني، ليس الركوب في السيارة هو الركوب على الحصان، أنتم تعلمون جيدا. والشخص لما يركب الدابة كيف يكون فوق الدابة؟ يكون في ريادة أم نعم أم لا؟ هو راكب الدابة يكون في ريادة. والله أحسن ريادة هي الركوب على الحيوان. واللي عنده الأطفال ديالو سن 6 سنوات وعشرة، يمكن تركبوهم على الحمير يطيحوهم وتقولوا لنا لا يخرج عليهم، لا أبقاو ما شدوهم. لا، إذا كانوا الأطفال في المدينة يقدروا يخرجوا للبادية يتوسخوا ويقرصهم البعوض والذباب ويركبوا على الحمير والخيل ويشربوا الماء ديال البير يكون أحسن. لأنكم سترتاحون من شراء الأدوية، هذه أمر أكيد الآن. فأنا أقول للناس اللي عندهم الأطفال الصغار، هنا للنساء فقط، مشي هذاك البرنامج ديال الجزيره، هنا اللي عندها الطفل ديالها صغير ومشات للباديه وخرجت فيه الحساسيه ونبل وتصلخ ما تخلعش، امر عادي الطفل شم الغبار، لكن لازم يبقى في الباديه تيبرى. الا جبتيه للمدينه وعطيتيه السيسترال ولا شي انتي استامينيك ترديه للباديه يجي اكثر، لان السيسترال كيقتل الايمينيتي ديال المناعه ديال الجسم ضد الحساسيه. فاللي عندها شي طفل ما تخلاش، تعطيه الماء يشرب يعني تدير له دواء خارجي بحال ليوزين، تنظف له تدهن له بليوزين باش ما يتخمش هذاك الجرح، باش ما يتخمش وتخليه في العروبيه، ولكن يشرب ماء كثير، اعطيه الماء يشرب كثير باش يحيد هذيك السموم وهذيك الرائحه ديال الباديه. لازم يبقى في الباديه حتى يبرى من هذوك الحبوب، وان شاء الله ما عمر الحساسيه تكون عنده في حياته كلها. هذا وإلا خليته يلعب في الزريبة الغلم يكون أحسن. كل المكونات، أنا قلت أفحسبتم، الله سبحانه وتعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالقمل في الرأس، تفاجأت لما قريت المقال، والله تفاجأت، قلت سبحان الله، لماذا أهين على الناس ولماذا يهينني الناس؟ لماذا أهين على الناس؟ أنا لا أسألكم جزاء ولا شكورا، أنا كنقول لكم دووا رؤوسكم، لا أسألكم أي شيء، ما شاء الله، ولكن لماذا أهين على الناس؟ لماذا أهين على الناس؟ أنا ما تابع لا الحزب ولا باغي ندير حملة ولا باغي الفلوس ولا باغي حتى شي حاجة، أنا غير وفاء لهذا الوطن وحبا في هذا الناس اللي معايا، بني جلدتي وبني عمي وإخوتي، هذا الأشياء سميتوا عليه. لما كنت أقول للناس، أنا قلت والله هل خلق الله سبحانه وتعالى القمل والبراغيث وهذه الأشياء والبعوض والذباب؟ هل خلقها الله سبحانه وتعالى لتهلك البشر حقا؟ لا، والله لا. انظروا الآن من اللي حيد البرغوث والقمل، ازدادت ليباتيت بي سي، نعم أم لا؟ عند الأطفال كانوا الأطفال تصبحوا منقطين بالقريص، ولكن صحاح دري كيمشي يسرح ويجبد الماء بالبير ويصيفطه ويتسوق، ويعني فاطين دري العقل ديالو فاطين. كان عندنا حنا ولد 10 سنين كيتسوق السوق، كيركب على الدابه ويتسوق السوق، كيقضي الخضره واللحم والشماع والعطريه والسلعه ويرجع للسوق. 10 سنوات الان الطفل ديال 16 سنه ما تقدرش تدخل تمشي عند ملحم، تخرج تابعه، يمشي عند المحل تخرج تابعه، اللهم تسخر انت الراس اش غتصيفطو هذه. فالان هذا القمل هذا والبرغوث على الخصوص، كاين منشور الآن باللغة العربية على شبكة الانترنت، فيه واحد العالم ماذا يقول. أنا كنت قلت هادشي في التسعينات، ملي سبوني الناس سكت، ما تليت بغيت نهضر حتى على حاجة، وليت عاب شوية، وليت كنتماشى مع المسائل وصافي بشوية، الناس بصقوا عليا. كانت المحاضرة كانت في الرباط وكانت في السطات، وفي السطات كانوا الناس كيتساراو في القاعة، واحد تيقول لي واش باقيين كتصنتوا لهاد الحلاقي في مدينة السطات في 1997، ما شاء الله. ماذا كنت أقول للناس؟ واحد العالم الآن يقول لأن أجد في رأسي 20 قملة وأكون بصحة جيدة بدون سرطان خير من أن أغسل رأسي بالشامبو المسبب للسرطان.
انتقال الإنسان من حياة البيولوجيا إلى حياة الكيمياء. الإنسان بيولوجي الطبع، يعني أحياء الطبع، فانتقل من علم البيولوجيا إلى علم الكيمياء، إلى الكيماويات. بمعنى انظروا التفاح، التمر، حتى التمر كان فيه دود، نعم، التفاح كان فيه دود، نعم، الفلفل كان فيه دود، نعم، كل الأشياء كانت فيها ديدان، لكنها ديدان كانت تفرز أشياء في هذه المأكولات ضد السرطان. لما قتلناها بالمبيدات ضربنا السرطان في خمسة، أزلنا الديدان وأدخلنا المبيدات. عالم أمريكي الآن ناشر على الأنترنت كذلك، ناشر الآن عالم أمريكي ناشر على الأنترنت، لأن آكل تفاحة بدودتين دون أن أغمض عيني يشوفهم كاك بأنه كلهم خير من أن أكل تفاحة مرشوشة بالمبيدات. هذا عمشي أنا عالم أمريكي الآن نشرها على الأنترنت، وإحنا مازال غادين لويلاتنا ومازال غادين بالإنسان الأخطار الكيماوية ما شاء الله. فأعود كما قلت، هذوك يعني الأشياء التي كانت تحبس السرطان كانت موجودة في التغذية. انظروا تبعوا معي مزيان مزيان، الخرشوف فيه مادة السينارين وهي مادة كابحة للسرطان، فلافونويد. هذاك الشيء علاش الخرشوف كيكحل يسود لما تقطعونه. ومادة الكيرسيتين في البلوط مادة كابحة للسرطان، والبلوط كذلك يسود لما تقطعوه. ومادة الأولوروبيين بوليفينول كذلك موجود في الزيتون، وهي مادة كابحة للسرطان، والزيتون يسود لما تقطعوه، نعم أم لا. ومادة الليكوبين موجودة في الطماطم، مادة ضد السرطان، سبحان الله شو شحال مادة ضد السرطان. ومادة الريزفيراترول موجودة في العنب، في قشور العنب وفي الحبوب الداخلية. إذا أزلتم القشور والحبوب أنتم تأكلون سكر وماء وأملاح وتتركون الطب. القشرة والحبوب لأن مر هو المذاق ديال الفلافونويد، تكون مر بحال الزيتون بحال الزريعة ديالو. والرمان في حمض الطانيك كذلك بوليفينول مضاد للسرطان، سبحان الله. شوف شوف شحال الطبيعة، كل المكونات اللي فيها كلهم مضادين للسرطان، ومع ذلك الآن الناس يصابون بالسرطان. ها المنطقة بينكم وبينها تقريبا أقل من 30 كيلومتر وتوصلوا للزيتون إلا مشيتوا في اتجاه في قيم صالح، حتى في اتجاه قصب التل ما بينكم وبين الزيتون 30 كيلومتر. ومشي الزيتون حبوب، أوراق أوراق، زيتون أوراق، ولا أحد يأخذ الأوراق ديال الزيتون يأكلهم ولا يطبخهم ويشربهم، لا لا. كتبوه في الجوجل أوليف ليف، أوليف ليف بالإنجليزية هي أوراق زيتون، وكليكيو على إيميج، على إيماج، وغادي تلقاو قنينات فيهم أوراق الزيتون كيتباعوا في الصيدليات في أمريكا. قنينات فيهم أوراق الزيتون لا أقل ولا أكثر، الأوراق ديال الزيتون في القراعي كيتباع. وحنا عندنا الزيتون الآن كيقطعوه كيحرقوه كيحميوه به الفران، كيسخنوا به الفران. أوراق الزيتون طبخوها وتشربوها، والزيتون ما تكونش فيه الصودا، تخمروه بالملح عادي، ما تكونش فيه الصودا وتاكلوه. وهذه المأكولات إذا رجعتوا للطبيعة أنا أنضمن لكم عمر السرطان يدخل البيوت ديالكم أبدا أبدا، ولا أمراض القلب والشرايين أبدا. واللي عنده لاطونسيون طالعة يغلي الزيتون ويشربوا مسوس وتهبط لاطونسيون، ربما تهبط كاع حتى يولي باغي هو تزيد، باغي تزيد. أوراق الزيتون يغلي أوراق الزيتون يشربهم بدون بلا ما يحليهم. إلا خاف من لاطونسيون تهبط بزاف يزيد معهم العسل ويشافي سرطانات كثيرة في الجسم يشافيها. يعني أشياء بسيطة جدا، أن الله سبحانه وتعالى خلق الداء والدواء، ومشي خلق الدواء، خلق الدواء مش الدواء غادي يخلقه الإنسان، لا سانتيز شيميك ديال الصيدلية، خلق الله خلق الدواء، الدواء موجود في الطبيعة. هذه المواد اللي ذكرت الآن، المواد اللي ذكرت لكم هي مكونات كيماوية تعجز الصناعة الآن على صناعتها، مستحيل على المدن الفارماسيوتيك لاندستري فارماسيوتيك، الصناعة الصيدلانية الآن يصعب عليها تصنيع مادة الأوروبيين الموجودة في الزيتون، لا يمكن. والتمر فيه مادة الأوسيتوسين، النساء ملي كيحملوا ماشي حتى تبغي تولد عاد تبدا تاكل في التمر، ملي تحمل تبدا تاكل التمر، وتاكل رابعة ولا نص كيلو ولا عندها الفلوس تاكل أكثر، تاكل التمر كل نهار، تاكل التمر
شنو فيها؟ ما فيها شي حاجه، تولد طبيعي ان شاء الله بدون تدخل جراحه. الان ولا الجراحه الان ولات اي شيء. النساء عندنا في الرباط الان اكثر من 95% كيتولدوا بتدخل جراحي. الان بجراحه، تولدوا بجراحه، ما كيولدوش طبيعي ابدا. 95% النساء كانوا من قبل كيولدوا بوحديتهم، حتى النساء ولدوا بلا قابله كاع عند في الشويه ما شاء الله. الان شنو اللي تغير؟ شنو يتغير؟ ما تغيرت حاجه. الانسان باقي عنده عينين ولسانا وشفتين، شنو يتغير؟ تغير الاكل هو اللي يتغير. ما بقى الانسان ولا عنده ربع جلدين ولا خمس يدين، لا باقي الانسان هو هو. ربما يعني الطول ديالو نقص شي شويه بعض السنتيمترات، ولكن باقي الانسان هو هو، باقي هو هو، ياكل ما ياكل ويشرب ما يشرب، باقي هو هو، ولكن الاكل ديالو تغير. الا تغير الاكل ديالو غادي يصاب بامراض. فيعني هنا الماكرونيتريمنت غادي نشوفوا دائما، شوفوا الشحوم والبروتينات والسكريات. هنا الميكروني بحال الفيتامين، تالي الفيتامين لا زادو تيسبو مشكل. لي كونتامينون الفانغال بحال الفطريات، درانكين كوكين بحال الخمر، وعاد الطريقه ديال 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 الطبخ حتى هي غادي نوصلوا ليها. الطبخ الان اللي بغى السرطان ما يدخلش الدار ديالو يزول المقليات، ما يبقاش يقلي في الزيت. ياك فهمتوني اش قلت؟ المقليات، البطاطيس والفلفل والدنجال واللحم والكوتليت والمسائل، يحيد المقليات، يحيد المقليات، السرطان ما يدخلش عنده للدار، ما عمره يدق عليه، يحيد غير المقليات. ولكن هذه المسائل ديال تقلي في الزيت ما شاء الله، لان تما كتضيع المواد الطبيعيه وكتزيد عليها مكونات سرطانيه تكونت من تسخين هذيك الماده، هذيك الزيوت، وعاد تزيد المواد التي تحفظ بها الزيوت من فوق هذا الشيء كله، ثم الملح، لان المقليات كلهم كتزيدوا فيهم ملح. والان الانسان يشتكي ويقول عندي ايبرتونسيون، طبيعه الحال عندك ارتفاع ضغط. الاكل ملح زياده، والملح عند الاطفال، لكن شفتوا الاطفال بعض المرات تاكلوا الدنجال مالح، تاكلوا حمص مالح، ذريعه مالحه، كاوكاو مالح، كل شيء مالح، ما يعني اللحوم هذه النقانق مالحه، الفروماج مالح، كل شيء المأكولات ديال الملح. والطفل الصغير يعني ما يتحملش يعني القدر ديال الملح اللي كياكل، اكيد يوقع عنده مشكل، كيوقع عنده خلل هو في يعني في صغره. عاد يعني كاين هناك يعني مسببات طبيعية ولكنها قليلة توجد في بعض الفطريات للسرطان، مسببات للسرطان. ثم كذلك الغملة، الغملة هذوك الفطريات اللي كينبتوا على الأكل، فالأكل اللي نابت عليه الغملة على الأقل زولوا هذيك القشرة اللي فيها هذيك الغملة، يعني هذيك الخضورية ولا تكون كحلة خضراء حمراء صفراء، كاع هذيك الفطريات لازم تزول. يعني كتكون فوق الزبدة، كتكون فوق الخبز، فوق الفروماج، كتنبت حتى في الزيت الأسود، كتنبت فوق كثير من المأكولات. فيها الافلاتوكسينات، والافلاتوكسينات مسبب لسرطان الكبد يعني الخصوص، ويعني لازم تزولوها. الافلاتوكسين كاينه كذلك في الفواكه الجافه، كاينه كذلك في بعض الالبان والاجبان كما قلت. ثم السافرول، السافرول موجود في البزار بلا ما تبقاو تقراو، انا نوفر عليكم هذه القرايه، موجود في الابزار كيكون كثير يعني وكثرات البزار، البزار الكحل، البزار الابزار الاسود فيه السافرول، مادتها هي مسببه للسرطان. الناس اللي كيعانيوا من السرطان ممنوع الابزار يدخل الدار، لا ابيض ولا اسود، ممنوع الابزار تاكلوا به. يعني حتى سكين جبير الان يعني الجانجامبر هو العلماء الان يعني متردين فيه، ولكن الابزار على الخصوص ممنوع يدخل الدار. وكاين يعني مكونات كثيره، الاستراغول كاينه في بعض التوابل منها البارسلي، البنانا، الافوكادو، يعني تكون حتى الارتيشوك، الاليبس، ولكن كتكون قليله هذه. الاستراغول، الاستراغول والبيتا اسارون هادو مسببات للسرطان، كيماويات مسببه للسرطان. الايثيل كربامات، الايثيل كربامات موجوده في المبيدات، ماشي المبيدات يعني، موجوده في البيستيسيدات اللي كيترش بها البطاطس والبنان. الكربامات الان الكربوفيرون كي دار البطاطيس والبنان، هادو مسببين للسرطان معروفين. يعني الكحول طبعا سرطان الكبد، القهوه فيها زياده على الكافي، ناتوان لكافي، ولكن هنا ميتاجينز، يعني حتى النساء الحوامل اللي كثروا من القهوه كيزداد الطفل بتشوه، يعني اقل ما يمكن. الاستروجينيك سبستانسز مثل الهرمونات، الهرمونات الموجوده الان اما في الثدي او في الرحم. ومن المسببات ديال سرطان الثدي والرحم هما الهرمونات. عاد المكونات ديال الطبخ مثل النيتروزامين، ويعني هادو النيتروزامين تيتكونوا من طريقه الطبخ، غادي نشوفوها طريقه الطبخ. شوفوا اول شنو لي فريتور، القليان ديال الزيت هو الاول، الفريد فرايد بيكنز، كيورد ميت، البيره، نون فادري، توبيكو، غاستريك، هادو كلهم ما عندناش باختصار،
كلهم هادو كلهم ما كاينينش عندنا داخلين علينا الا شي بغى يعيش على الطريقه الغربيه غادي يبقى يذهب يمينا وشمالا ثم سياخذ كارثه في الاخير.